السلام عليكم جميعا، اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناة سوليد وركس براكتيكال. اخذنا بالفيديو الاول مقدمة على السيموليشن وقارنا حساباتنا مع حسابات اليدوية، وحكينا بالفيديو الثاني عن انواع الميش وتأثيره على دقة الدراسة. لذلك انا بنصحك اذا ما شفت الفيديوهات السابقة تضغط على الرابط بالاعلى وتشوفها، فيها معلومات جدا مفيدة. بفيديو اليوم رح ناخد مثال عملي ورح ناخد امثلة تثبيت شوي متقدمة، ورح نحكي شوي عن التعب أو الكلل كمخطط ضمن الدراسة الستاتيكية أو كدراسة منفصلة. مثل ما شايفين هذا أحد أصابع كريبر أو مقبض، رح طبع عليه مادة الألمنيوم القابلة للتشغيل على سبيل المثال معدن 60-63 T6. طبعا هذا مثال مشهور من شركة السوليد وركس، انا حط الرابط بالدسكريبشن، انت ممكن تنزل الرابط وتشتغل معي خطوة بخطوة. رح اخد دراسة استاتيكية جديدة، وهون لازم ننتبه شوي على طريقة تثبيت القطعة او هالاصباحات. رح اخد اول تثبيت، رح اختار فيكست هينج او تثبيت المفصلي. طبعا هلا بنشوف بالاسمبلي كيف مثبت. لاحظ معي انه كل اصبع مثبت عن طريق برغي او بين هون وبيدور حول هالمحور هاد، مش هيك اخترت هذا النوع من التثبيت. اذا رجعنا للاسمبلي رح نشوف انه البرغي بيحدد دوران الاصبع او الفينجر، ورح ناخد احنا اقصى حد اللي هو حد النهاية أو الحد الأعظمي. وأنسب طريقة لهذا التثبيت اللي حكينا عنه هو التثبيت على سطح أسطواني، ويكون التغير باتجاه القطر صفر. طبعا هون بنحدد السطح الأسطواني، وعلى الراديال نعطيه صفر. هيك بنكون ثبتنا القطعة بشكل كامل. ضل علينا نحط القوة المؤثرة على الأصبع أو على الفينجر. طبعا أنا بحالتنا عنا هنا 135 نيوتن. رح أخذها على أبعد سطح اللي هي أسوأ حالة. طبعا هون حابب نوه على شغلة، انه كيف حصلنا على هاي القوة. هاي القوة هي عبارة عن وزن القطعة المحمولة مضروبة بمعامل احتكاك مقسمة على عدد الاصابع، بتطلع عندي القوة المؤثرة على الاصبع الواحد. مثل ما شايفين اول مخطط محصل عليه هو مخطط اجهادات فون ميسز، حكينا عنه بالفيديوهات السابقة. خلينا نشوف سوا قيم معامل امان. طبعا معامل أمان له عدة نظريات، المشهورة منها هي نظرية فون ميسز. أنا هخلي سوليد يختارها بشكل أوتوماتيكي. مثل ما شايفين طلعت معنا قيمة 1.7، قيمة مقبولة. رح أدخل شوي إعدادات المخطط وغير من القيمة الحدية العظمى، غيرها لعشرين أو 30. هذا الشي بيعني إنه أجزاء القطعة اللي باللون الأزرق إلها قيم معامل أمان أكبر من 20. المخطط الثاني اللي حنشوفه هو مخطط التعب أو الكلل. إذا كان عندنا حمولات ترددية، سواء كانت هاي الحمولات on off load مثل القوالب الحقن أو المكابس، أو كانت هاي الحمولات عبارة عن fully reserved مثل محركات احتراق الداخلي، ظهر عنا بمخطط التعب مناطق حمراء، فينصح بإجراء دراسة التعب كدراسة منفصلة مثل ما حنشوف بعد شوي. رح نختار نوع الحمولة وسطح تشغيل القطعة إذا كان عبارة عن مشغل أو الخام الأساسي. لاحظ إنه تتغير عندي القيم ونوع التحميل أو نوع القوة المطبقة.
رح يطلع معي عامل أو ممكن أدخله إدخال يدوي مثل ما شفنا طلع معنا 0.64. بمجرد ما حددنا القيم بدأت تظهر عنا النقاط الحمراء أو المناطق الحمراء على القطعة، لذلك رح نعمل دراسة تعب المفصل اللي حكينا عنها. رح ناخد دراسة جديدة، رح ناخد فتيك أو تعب. هون لازم حدد عنا عدد مرات تحميل، أنا حختار 100,000 دورة. ونوع الحمولة ناقص واحد يعني فولي ريزيرفد. حاطي تشغيل، رح يطلع عندي أول مخطط اللي هو نسبة التضرر. طبعا نسبة التضرر لعدد الدورات اللي أنا اخترته. أحاول أقرأ هاي الحافة. طبعا يعني هلا نسبة التضرر الأعلى هي بالمنتصف. المخطط الثاني بيظهر عدد الدورات اللي بتتحمل القطعة المدروسة، اللي عن طريقه بنحدد العدد الأدنى للدورات اللي ممكن تتحمل القطعة إذا طبقنا القوة المذكورة. وهذا الشي بيفيدنا بوضع خطة زمنية لقطع التبديل، وخصوصا للقطع اللي على تماس مباشر مع القوة، أو ممكن نغير من تصميمها بحيث تتحمل عدد دورات أكبر. هذا كان كل شي لليوم. شكرا لكل مين تابع الفيديو، وبتمنى تكون استفدتوا. وإذا عجبك الفيديو لا تنسى تشترك بالقناة. شكرا كثير، سلام.